البداية افتتحت بهذه المقابلة ما بين جمعية وهران وقمصة البيضاء ومريدية طلعت البرق الوحيد في أتم الاستعداد لتأكيد الأهمية وطموحهم الثابتة في هذه البطولة كما كان الشأن خلال بطولة الماضي. ومنذ البداية طبق لاعبو جمعية وهران شكلا هجوميا محضا، اللاعب حاول رفاق قدري مواجهته بردود فعل في الساعة الأولى من وأول هدف للشاشة دقيقة 44 بواسطة جوال رقم 8 في الجمعية وبعد عمل ثنائي من سعيدني وجيد حارس الجوال ودفاع بهذه النتيجة أي تفوق من جيد في وسط دفاع وجيد رقم جناح يجد ليسجل الهدف في دقيقة نرى الآن. ويتواصل اللاعب مع تغيير لاعبين في صفوف العزيزي الدافع الدولي وقطوس وتعويضهما من طرف المدرب بكل من دالي يحيى وعكاش. وهنا يرتفع إيقاع اللاعب من الجانبين بدءا بجمعية وهران التي تسجل فها الثالثة عن طريق الشاب بنزرقة لاعب وسط الميدان الدفاعي بقصفة خاطفة ومحكمة والكرة تزور شبكة قدري في دقيقة 63. 3-0 لصالح جمعية وهران وكأن هذه الأخيرة اكتفت بالنتيجة فتوقف بعض عناصرها من بذل المجهود اللازم مما سمح للمهاجم النشط دالي يحيى من تسجيل أول هدف لصالح في الدقيقة 89. وتصبح النتيجة بذلك 3-1 لصالح جمعية وهران دائما. على أن يضيف جوال رقم 8 هدفا رابعا كان رائعا هدفه الثاني والرابع في المجموع لصالح جمعية وهران كما نرى الآن وذلك في الدقيقة 88 بلقطة فردية وسلسلة مراوغات بعد 1-2 مع جناح الايسر جيد. وتسكن الشبكة للمرة الرابعة. 4-1 لصالح جمعية وهران واخيرا بضع ثواني قبل الصفارة الختامية للحكم بلطرش هادي بالي يفتك الهدف الثاني للمولودية لتنتهي هذه المقابلة المثيرة والممتعة حقا بانتصار جمعية وهران 4 أهداف مقابل هدف. لكن النقطة السلبية تبقى من جانب التنظيم العام لملعب الحبيب بوعقل حيث يجد الجميع صعوبة كبيرة عند المدخل نظرا لغلق الأبواب الخاصة. سؤالنا إلى